هلا اميغوس انا ويان فاطمة. اليوم جايز رجعنا لكم فيديو جديد, وفيديو اليوم راح نحكي فيه او راح نسوي فيه تحدي ثاني عن الدول العربية, اللي راح يكون تحدي المدن. انا راح اعطيها مدن من دولة عربية معينة. خلينا اليوم نختبر كمان ثقافتنا العربية اللي مش ولا بد. مين راح يبلش الاول؟ انا في اخر فيديو انا هي اللي بلشت الاولى, يعني انا لا ما شفتي ما شفت شيء. اوكي يس راح تبلشي انت. يلا بيبي يلا راح نبلش مع اول مدينة. بتكون شو اسمه؟ طنجة مروك. او 1 2 3 فيفا لومخو. فيفا لومخو هيا سي في لومخو. تحية لأهلنا في المغرب الشقيق. كادو ستان كادو. أكثر دول بعرف عليها معلومات هي الجزائر والمغرب, لأنهم أسرة مع بعضينا. يعني جايز انا المدن اللي اخترتها راح تكون فيها مدن او دول احنا ما بنعرف عنها كتير معلومات. مو تونس, مو شعب تونسي, او ما بعرف, احنا كاحنا. اوكي فحبيت انه بنوع بدول احنا بنعرف عنها كتير معلومات, وبدول ما بنعرف عنها ولا شيء. وهون تحصل الفايدة, يعني مفيدة او مش مفيدة, اكيد مفيدة يعني. اوكي بيبي اوكي يلا. طرطوس فلسطين. نو بيبي نو بيبي نو نو. معلومة مفيدة. انا مفيدة او مش مفيدة؟ مفيدة يعني فيها اهم ميناء في هذا البلد, اهم ميناء موجود في البلد موجود في هاي المدينة. بلد طرطوس. والله مفروض انك سمعتي عنها شوي هيك في الاخبار. ما بتتابع اخبار؟ اوكي سوريا. يس بيبي اتس سوريا. سوريا الحبيبة. اوكي بحس انه صوتي كتير عالي بالقير على الاخر واللي لا. عسقلان. عسقلان يس. معلومة عن عسقلان, خليني نثقف شوي. لا ما في. ما عندك اي معلومة؟ لا. اوكي شكرا. من المشرق الاردن. لا مش بيني يسر ديما الاردن حتى ديما الاردن. اردن اليمن. لا لا, لا, لا مش اليمن. الفلسطين. يس يس في اخر لحظه سلكتها. هاي صعبه شوي. اوكي رح اعترف لانه هذا البلد ما بنعرف عنه كثير. هرجيسه. مصر. نو مش مصر. اوكي فيها هرجيسه هي المدينه فيها مركز تجاري, يعني معروفة انها هي مركز تجاري لقطع الاحجار الكريمة والبناء والتجارة بشكل عام. سعودية. No it's not Saudi Arabia baby. موريتانيا. No مش موريتانيا. مصر. فشلتي. لا قلت لك مصر اول مرة. لا اوكي يلا رح سامح. لبنان. لا اسمك لبنان مش لبنان. لا مش لبنان مش لبنان. الصومال. الصومال. اوكي بيبي اوكي. محافظة الجيزة. مصر. نو كيف عرفتي؟ ثقافتي عرب. انا مصر الدم مصري. مصري الدم. هذا نهر النيل بيجي هون. بيجي هون. يلا انا لازم تعرف شو. لا خاطر سهلة لازم تعرف. مدينة الخرج. جزائر. نو هاي الدولة. احنا بنقول ان الجزائر قارة صح او لا؟ بالحجم تبعها هاي الدولة كمان تعتبر قارة, وزي احنا الجزائر ما مهمة عنا, احنا الجزائر تعتبر هي العماد تبع الدول المغاربية. بدون الجزائر ما فينا نحكي عن دول المغاربية. هل هذا البلد يعتبر بنفس قيمة الجزائر في الدول المحيطة به؟ سهلتها والله سهلت. تعتبر هاي الدولة كمان قارة لكبر حجمها. كمان بيبي سهلتها. موريتانيا. اخرج من المغرب العربي. اخرج اخرج اخرج. عمان. لا الاردن يعني.
احنا بنحب الاردن شكلنا دايما الاردن شو اردن لبنان معروفه بزراعه الالبان وفيها برشا عيون مائيه لا لا المعلومات اوكي يلا ما بتعرف يلا نعم مثلك محاله برك والله ركنت تقول تدخل تنقول لك عليه تقولي يلا منها مصر يعني لا مش مصر اوكي خسرت هاليلويا شو طلع سعودي عربيا سعودي عربيا معروفه برشا كبيره كبيره برشا انا الكسبانه انه انا طلعت الخروبه لا ما طلعت مش موجود مش موجود الخروبه في تونس في تونس موجوده موجوده في تونس انا تبع انا ولايه سيدي مزيد لا نعم موجوده في تونس سيدي بنظرت هذه في تونس او ماي جاد والله كنت يعني انه عم بحكي لها انه هاي المنطقه موجوده في تبع ولايه يمكن مثل اسمها بس هاي الخروبه تبع مصر بنظرت هلا يمكن احنا متعادلين بس انا قلت تونس اوكي ما قلت تونس قلت لو قلت تونس لا قلت تونس ايه لا اوكي هافانا ونانا ونانا ولا مش ونانا يا رب يا رب يا رب كون عم بنطق صح صلالة صلالة ونانا وهي عاصمة تجارية وسياحية وثالث أكبر مدينة للبلد هذه معلومة وليست علم مصر نو no. على فكرة ذكرتيها قبل في الاقتراحات هي الدولة وليست الأردن رجاء لا تقولي الأردن لا ما راح أقولها فلسطين نو بيبي نو يلا فرصتين معك يلا اختاري بسرعة ليبيا نو بيبي نو بيبي خلاص يلا فرصة قلبي كبير قلبي كبير الله أكبر لقد خسرت ذكرتيها أنت ولا أنت ولا ذكرتيها هافانا ونانا دولة خليجية هافانا ونانا القطر نو تعالي أحضنك لأنك خسرت عمان أكثر دولة خليجية أو في الوطن العربي معروفة بالسلام والهدوء إنهم كل الناس متعايشين في وئام وئام دايما حاضرة مش بس في الفيديوهات في كل مكان وئام البارقة البارق وليست البارقة مش سعودي أرابيا؟ نو خاطر نعرف فما مدينة في سعودي كتير أسامي بيتشابهوا يعني حسيتك تحب الأردن برشا لا منا في الخليج لا الأردن مش خليجية دولة مش شرقية نعرف هذه علم وليست معلومة أوكي أنتي على الاسم هذا بس هاي منا لا في الخليج ولا في الشرق ولا في الشرق ولا في الغرب به هذه معناها تبعتنا إحنا ليبيا أو نانا ليبيا جارتنا ودمي ليبي عن جد لازم تعرفيها لانه اعطيتك عاصمه مش اي مدينه لا ما شفت الخرطوم او نانا آه. لا عاصمه لازم تعرفيها صح هو دوله ما بنعرف عنها كثير يعني ما بنعرف عنها ولا شيء حرفيا وعمري ما قبلت ولا شخصيا هذا البلد يعني وين مقرها باهي قريبه من مصر من مصر قريبة منها وليست مصر وهذه علم وليست معلومة كمان وتطل على نهر النيل في دولة تطل على نهر معروفة أنا الزيرو في الجغرافيا سوريا سوريا تطل على نهر النيل وقريبة من مصر اقتلوني أرجوكم اقتلوني عمان عمان في شفي إفريقيا عمان في إفريقيا عمان في إفريقيا جنب مصر مصر وين في شمال افريقيا مصر الكتكوت الصغنن يعني في تونس مصر مش كتكوت صغنن ها هي في تونس طرطوس الخرطوم الخرطوم لا شربة شربة تي شربة تي شربة الخرطوم الخرطوم هي عاصمة عاصمة
دولة منها الصومال. لا لا مش الصومال، لكن دولة أفريقية. موريتانيا معروفين بالبشرة السمراء. موريتانيا؟ لا مش موريتانيا. ليبيا أكيد. ليبيا مش معروفين بالبشرة السمراء. خذ لك البشرة السمراء، مش مسمرة ليبيا. سنغال عربية. لغتها العربية. خلص خلص خسرتي، اعطيتيني الف اختيارات. السودان. سودانية. ترى 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 سودانية. محافظة الرقاء سوريا. صحيح. يس معروفة الدولة هي اللي احنا نحبوها برشا 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 برشا. يمكن كتوينسا. وانا نحبها معناها وانت اكيد تحبها خاطر اغلب توينسا 90% يحبوها. باهي. البترون. لبنان. يس بيبي لبنان. محافظة الطف. انا خلص كملت. الطفيلة ولا الطفيلة ولا الطفيلة. الطفيلة منها في عمان. منها في عمان تبعد عن عمان 180 كيلومتر. السعودية. لا شنو الدول القريبة من عمان؟ خاطر منعرفش. قطر. لا دولة خليجية اكيد. شك يا اما البحرين او الكويت. لا امارات يعني. امارات. لا لا ما فكرتهم الكل. الاردن. قلت الاردن. قلت لي دولة خليجية خدعتيني. متحايلة. ما خسرتش انتي اللي خسرتي. لا لا انتي اللي خسرتي والله. انتي اللي خسرتي. اوكي don't ever underestimate the power of your mommy. اوكي بيبي اوكي انا عاقله. هيك وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو اعطونا بيج لايك. اكتبوا لنا معلومه عن البلد تبعكم مع ذكر اكيد البلد تبعكم. انا من البلد الفلاني. تعطونا هيك معلومه عشان هيك شوي شوي نتثقف على بعض نعرفوا معلومات. كتكوت صغنوا هنا زيكم حلو زيكم. وتفجروا هذا الفيديو لايكات لايكات لايكات, لايكات, لايكات. اسعدونا. نريد ان نشعر بالسعاده في شهر رمضان يعني. اوكي اوكي بيبي. انا رفيقتكم وام وهي هي صديقتي فاطمه. ديروا بالكم على حالكم واحلامكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. بيس بيس سلامه. باي. I'm a fan.